هاي السلاح مرحبا بك، قدم روحك. السلاح رقيق، نائب رئيس غرفة جهوية للمخابز وناطق رسمي للغرفة الوطنية. السلاح اليوم هالجدل بقى قائم بين المخابز العصرية الغير مصنفة كما يسمي روحهم بين المخابز الدعم. اليوم شنو الإشكال اللي قاعد يتكرر؟ والله أنا تو وليت نحشم كي نتكلم قبل كل شيء، نحشم بالبدا بالحق. خاطر قعدنا اللي نعاودوه ونقولوه مؤسف أن عباد وصلت للقمر، صنعة قمار صناعية، وإحنا مازال هيك شخدم هيك شعمل. مؤسف معناها مرة أخرى. وعصرية بالله الغيوها، خاطر أنا مش نعرف بروحنا اليوم. موضوع آخر اليوم، خاطر بعد نرجعوا للسيد الوزير اللي إيش ما يقولوا هما. إحنا هما لكن ليسنا نكرة. نحن، ما هو كلمة نحن نعرفوها ما معنى نحن. احنا يا سيدي نرجع ديما كلمتي الشهيره من عهد فرنسا، مشرفين تونس، احنا مشرفين العالم، مش لي بوانشورا مشرفين لي بولونجي، خاطر بتاريخهم احنا عام 69 في الفيضانات ما وقفتش الخبزه، وصلت العباد للبلايص اللي هي فريمون ما عادش يوصل لها مش الهواء، وصلت لهم الخبزه 72 82 84 خبزة تاريخ. وقت الثورة خبيث تعرف سبقس وين وصل الخبزة ولا البنجردين مجانا. علاش؟ خاطر احنا مواطنين، وإحنا خبيزة مواطنين قبل كل شيء. لذا هذا انتم واحنا لوح عليكم منها، وهذه لغة مضروبة، ونكبروا شوية كما قلت ونرتقيوا بروحنا وبلغتنا وبنقاشنا ونكونوا راقين شوية وفهمناكم يا ولدي. راهو هذاك المرجوع اللي يرجع، احنا مسبقينه للدولة، احنا عاملين مزية لدولتنا، مزية خاطر توليت هكايا، على الأقل تخرج سلطة شرف تدافع علينا، ظهر لنا حقنا، احنا حقنا ما ظهروا لنا حتى حد راهو. لذا ما نتزايدوش ونعاود نقولها، قلتها البارح في الديوان، قلت تهديد، قلت لها مش تهديد، اللي داروا بالبلار ما يضربش بالحجر. معناها وقت أنت تعرف واش قاعد تعمل، أبدا لا غيرك اليوم ريقلو. احنا تاريخنا يشهد علينا، ومن اول علاش قلت لك عندنا تاريخ كبير من الفيضانات من وحتى في فرنسا راهو شرفنا العالم. يظهر لي من اقوى تو اللي ياخذوا في الجوائز زوز خبازه في فرنسا توانسه خبازه، ومش عندهمش بونشو، ما عندهمش عشوائي. نرجع للماتريال العصري، قالوا العصري باللي العصري، تعرف السبعينات شكون دخلوا الماتريال العصري؟ خباز. دخلت الكابرا ودخلت المونزياني والبونغار والقيون من احسن انواع العالم، هذوما دخلوهم الخبازه راهو. ونعملوا ستاتستيك كما قلت، ندخلوا نمشيو لدرجه جيون راهو شكون عنده المحاضر المخالفات والتجاوزات في الماده المدعمه، تو نلقاو هما كيف نعملوا ستاتستيك في الماتريال، تو نلقاو يشروا في الماتريال الفاضل نتاعنا. راهي السبيسيال اللي يحكيو عليه موجه فيترينا وما بقى وسين زاده، خاطر تو كي مش ندناو في النقاش، تو نقول لك خبزك مش صحي اللي تقول لي ربيع، على خاطر الخميره تصير في العجين، وانا سمعي ونعرف يدور في العجين ويذوب في العجين، مش ترمى في السلندر يولي غير صحي. ونعملوا مثالش لجنه تقف على السيد هذا يخدم وهذا يخدم، اذا يطلع الخبز بتاعه مو بيده بالطريقه هذه انا كيف باللي يحبوا نتحدى الشيء هذا، معناها بالله نترقاو هكا، نرفعوا شويه من روحنا شويه ونكونوا منطقيين. ولو حاليك راك ما تنجمش تحكي معنا احنا، على خاطر احنا بالنسبه لي نحن نعاود لك اللي تقول الدعم ياخذوا، احنا راهو الدعم اما انت تاخذ في حاجه مدعمه وتبيع، انت 10 فرنك زودت منها، 10 فرنك اللي انت تزيدك 50 دينار زودت منها. حاجه اخرى، انت حالل سبيسيال باش الدوله تدعمك يا سيد الكريم، انت تاخذ بورش كيان وتمشي للقباضه تقول اعطيني فينيت 60 دينار؟ ما نعرفش انا والله ما فهمتش، انت تخدم في اللوكس، انت الباتين نتاعك جيب لي باتون يا خويا نحكيو، تو تلقى بان سبيسيو اي جاتو، بان سبيسيو سي لوكس، لوكس بمتاعو، مش الدولة الدعم وراه تقول لي شبيها الدولة، يا خويا الدولة رقدت بيسالش ورعات الظروف، تو تحب كل حاجة رسومها، ماكش مجبر باش تقول اعطيني راك، انت تخدم في اللوكس، لست مدعم ويمنع عليك القانون في الدعم، باهي. معناها اللغة هذه لوح عليك منها، ماني قلت لك لوح علينا كيما في التصريحات اللي قالوا 800 كرواسون، لي كرواسون تري اللي يخدموا في ارتيكل واحد يبيعوا ارخص منهم.
راهو يمنع عليك الباكيت. احنا ما قلنا حتى شيء. الباكيت قلنا لك اخذ نطبق القانون دون لي ريغل دولار سيمون القرارات اللي من امر العالية حتى 2020 بالقانون. جبدناكم قلناكم غير قانون، قلناكم سكروا، قلنا لا 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 احنا حبكم تخدموا وتظهروا نزاهتكم وقوتكم وحبكم للوطن نتاعكم. في الجريف نتاعنا بعد ربع باكيت ب 500 حب للوطن شيء كبير عندكم ما يشك في حتى حد. 10 فرنك اللي هو تاخذ انت في الترناطه الشكاره ب 170 تاخذها ب 50 دينار وتقول لي اما حب وطن اللي تحكي عليه انت. احنا كي البوليس مونسيت نخدموا بها سبيسير، احنا طالبين من الدوله احنا ياخذوا تزوم او حب الوطن. هوني علاش مركزين على كلمه مخبزه؟ هم يحبوا كلمه لا مو مش مخبزه هم بس سبيسير. اي بالضبط هم مركزين يحبوا يعلقوا كلمه مخبزه. مالا 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 انا مش نعطيك انا محايل شاهد سيدي مالا بالله تاع مزيه. انا مش نخرج تو كرهبتي ندهنها نعمل بونت حمراء ونطبع وريقه وحدي ونكتب عليها نقل عمومي كامل تراب الجمهوريه التونسيه. شو تسمى هذا؟ تجاوز القانون. ما عندكش تجاوز القانون ما انت تجاوز القانون يا اخي. كان في هذه ماذا بيا حتى المسؤوليه يفهموا هذه. انا هذه شنو الريق هذا؟ معناها كل حد هذه سودوا شكون اللي فحام. راهو شوف نحترموا بلادنا، نحترموا قطاعاتنا، نحترموا الصناعيين، نحترموا التاريخ، نحترموا الوطن، وما ندخلوش انتماءاتنا في العمل. راهي هذه سي بلوز امبورتون. تعرف علاش ولا؟ مش نشكر انا على بعضه، لكن عندي تعليق في زوز راديوات نطلبوا فيهم. انا بعد جمعه رجعوا لي اعطوني 30 سكوند قال الوقت وفاء، والراديو الاخر اللي هو زاد انا راني نطلب السيد الوزير باش خاطر ثم لعب في هذه عليها وانا ننزيوها وبرئها من شيء من هذا. كون راديو كيف نطلبوا خاطر الحقائق احنا عندنا راهو مش عندهم الارقام اللي يعطيو فيهم خياليه. كيما يقول لك فارينا ناخذوا الفابريكات قالوا 20% بي اس مونسيت و80 يولي راهي 65% بي اس مونسيت. كم حكي تعطيه الدوله تقول له 65% بي اس اي 35% بي اس مونسيت. ارقام تجيبوا فيها منين؟ يزودوا في الشعب 40%. يا تبارك الله ما شاء الله. هذا علاش مليون خبزه اللي هما يرحيوا فيهم بعد الوقت بالسمين وبالفارينا قاعدين. هذا مش فلس دوله. أين الدولة من ذلك؟ أنا نحب الدولة هناوي. راهي فلسة الدولة من الشيء هذايا. راهو هذايا عنده 30-40% من فلس الدولة. شنو هو؟ أنا باش كنت استبله تقول لي أما خبز اللي تحكي عليه. أنت بان سبيسيو. لو بان سبيسيو في عام 56 كي عملوه 150 غرام الخبز العائلية هي اللي هي 15%. اللي ليكيفالون تاعها تو 75%. السيد اللي تكلم أمس عملنا مع اتفاقية لخاطر سيانيس الوسلاتي ربي يذكره بالخير وهو السيد الوالي السابق عملنا له اتفاقية. يا سيدي قلنا بيسالش إرضاء لبلادنا خير تركح. عملنا اتفاقية وصححناها خرج في نهارته ما طبقهاش. ما احنا اتفاقية شنو اتفاقية في شكل الخبز يا سيدي عم باش ما تقعدش كيف كيف. باش ما تقعدش كيف كيف باش ما تغلاش مواطن انت 150 غرام. الفو با ديباسي 150 غرام راهو. موان كو 150 غرام راهو. انت تعمل لي في 200 غرام تقول لي 150 غرام وتعمل 200 غرام. يودي فهموني هذا يجي يحكي لك يقول لك والله 150 غرام ما تخلصنيش ويعمل ويامس يقول لي انا نحب نعملها 180 الدوله ما خلتنيش. انت ثبت لي روحك التناقضات اللي عندك ومن الاربعه نتاع الصباح للعشره نتاع اللي يخدم وبعد يقول والله لي ماتير برومير كيف نيز. ثبت لي روحك يا ولدي ثبت روحك واخدم لون لي راجل. احنا مطلبنا شيء ونلتم كيما اليوم نسمع زاده في موزايك يا سيدي بالفلاخي موزايك انا طلبتك 50 مره ما قبلتنيش وقت اللي انا تقبل لي راهي ماغير مزيه حق الرد راهو مش مزيه حق الرد راهو مش مزيه راهو حق واسمه فيه مو كيما قبلت السيد الاخر تكلم انا نعطيك اللي بتقلي فارينا ما ثماش فارينا فارينا ما ثماش قلت كلمه فارينا موجوده والقمح موجود والسميد موجود غير ذلك عندنا غرفه وطنيه موجوده تقول لك الشيء هذا وعندنا الوزاره قالت لك الوزيره ما كلموني باهي معناها الشعبويه هذه علي ما كلمنيش يا خويا انا حب حق الرد نتاعي تعطيني في ارقام غلطه وتعطيني في كذا وهيك ما ثماش وهيك وهيك شنو الريق هذا؟ ومن بعد تقول لي لا انا الفلوس وعلاش تغلي عليها؟ انت يمنع عليك المدعى يمنع انت البي اس مونسيت يمنع عليك يا سيدي يا سيدي الكريم انت لازم تخدم بالتيب 155 وتخدم باللي ساك دو 20 اي 25 كيلو سبيسيال تو نا با لو دروا هذا بالقانون هذا فهمتني؟ لهذا انا نطلب سيد الوزيره خاطر الامس عندها اجتماع ومعذوره وعندها الحق يلزمها ترجع هكا طلب مني انا باش ترفع عليها
انا اللعب هذا اللي عملوه اتهامات اللي عملوها وكما قلت لك النزاه كون في الراديو هو بيدو موزايك اللي قالك ليه لازم ترجع الموزايك تقول انا ما قلتش خاطر هما قالك السيد الوزير قالت لنا اخدموا واخدموا الباكيت اللي هو في القانون كما قلت لك نرجع من عام من امر العام من عام 56 اليوم هذا يمنع عليهم القانون هما موان 150 20 سنتيم معناها ما نبداوش نتزايدوا كما قلت لك سينو خلينا تانا تو نخرج تو نهز صاحبي وجاري وجارتي نعملوا وخويا كل حد باندا حمراء الكهرباء ونخرج نفلحوا ونخدموا الواجهه تاعنا باحتراماتي لجماعه الواجهه راهم مناضلين وكياس والخطر اما هذا باش نعطيك مثل اذا كان هما يقول لي انا خباز مالا تانا الواجيست هاتانا تاكسيست هاتانا طيارجي احترام القانون وتطبيق القانون سيد الوزيرة من فضلك بكل لطف ونقول لك وباش تنحي الاتهامات وانا ننزك من هذا تخرج المزيك تعطينا حق الرد نتاعك وتوضح لنا كانك قلت خلينا نعرفه كانك ما قلتش علينا احنا نبريوك من الاتهامات لكن انت تعمل زير وضح لنا ما يشاع وما يقال و و و و اما في الكواليس او قالوا احنا برينك لكن عندنا ورانا كواشة ولينا احنا مش باهي قال لك انتم تظلوا على الوزارة وانتم تظلوا على السيد الوزيرة اختنا الوزيرة صحيح وبنتي دارتنا ونتشرفوا بها لكن القانون راهو يعلى ولا يعلى عليه والقانون راهو ما يسمح حتى لعب واحنا مطلبنا شيء ما جيناش لا قلنا لا فلان سارق كما قالوا لا قلنا كذا قلنا تطبق القانون ويا عصر يا اللي تقولوا عصر راهم عام 74 دخلت المونزياني لتونس وعام 77 دخلت الكابرا عن سي محمد بعين رئيس الوطنيه وعام 80 دخلت عن سي زهير غايب وعام 82 دخلت عن بوسعديه فيقوا على روحكم وراكم تاخذوا الفضل نتاعنا من جميع النواحي وربي معكم. اي برد خفيف برد الله شنو حطت له قال لك هي قال لنا قال لك شنو ما تقفش لا قال شنو تشي سوري شي سوري برد تحذري والله شنو قلت ها اللي دز عليك انت على وفر لازم لا باش انا نفرح انا بانو بسبيتي برد انا بقراش كيفاش نسخن كتبوا شيئا نقبل نقطع